منتخب مصر اتأهل امبارح لدور الـ16 بعد ما تعادل مع منتخب كاب فيردي 2-2، وصعد منتخبنا الوطني لدور الـ16 بعد ما تعادل منتخب موزمبيق مع غانا، وأصبح منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وغانا وموزمبيق في المركزين الثالث والرابع برصيد 2. عايزين نعرف تفاصيل أكتر، وهنعرفها من ضيفنا عبر زوم، محمد القاضي ناقد الرياضي. صباح الخير يا محمد. صباح النور يا أستاذة، وصباح الخير على كل المشاهدين. صباح الخير مصر في كل مكان. يعني امبارح مباراة كاتمة للأنفاس، احنا كنا قاعدين بنتفرج واحنا لحد اللحظات الأخيرة، يعني يمكن شفنا هجوم من المنتخب المصري في الأول في الشوط الأول، ولكن دون إحراز أي هدف، وكانت المفاجأة إحراز منتخب كاب فيردي لهدف في آخر الشوط الأول. تحليلك إيه للمباراة؟ طيب، هو مبدئيا منتخب مصر حقق المطلوب منه، الجهاز الفني واللعيبه حققوا المطلوب اللي هو الصعود لدور 16 من بطوله كاس افريقيا. ما يهمنيش يعني الاداء، وما يهمنيش اي حاجه تانية غير ان هو ان احنا مطلوب مننا ان احنا كنا نصعد للدور التالي، سواء صعدنا اول او صعدنا تاني. الناس ما بتك يعني التاريخ نفسه ما بيحكمش على المنتخبات ان هي عملت اداء ايه وضيعت فرص ايه وقدمت كره حلوه او كره وحشه، او قدمت اداء مقنع او اداء غير مقنع مع كل الاجهزه الفنيه. التاريخ دايما بيحكم ان المنتخب ده قدر يصعد او لا، خرج من الدور الاول للبطوله ولا ما خرجش. منتخب مصر مع روي فيتوريا والجهاز الفني الموجود واللعيبه اللي موجوده قدروا ان هم يصعدوا اول او يصعدوا تاني. مش هي دي المشكله، القصه والنجاح الاهم ان احنا قدرنا نصعد صعدنا للدور التالي. الحمد لله. ده المطلوب، فهو أيوة حقق المطلوب منه الحمد لله. الجهاز الفني واللعيبه حققوا المطلوب وصعدوا. احنا في كاس افريقيا 98 مع الكابتن المرحوم محمود الجوهري كنا متصدرين المجموعه في اول ماتشين واخدين 6 بونت، وجينا الماتش الثالث خسرنا من منتخب المغرب 1-0 مصطفى حجي في 98، صعدنا تاني المجموعه وقدرنا ان احنا ناخد البطوله. يعني الصعود اول او الصعود تاني مش هو مقياس الفوز بالبطوله، مقياس الفوز بالبطوله ان انت بتلعب كل مرحله على حده، بتقسم البطوله لمراحل. البطولات المجمعه دايما يعني ما بتعتمدش على خروج المغلوب في الادوار الاولى، بتعتمد ان انت بتجمع نقط وبتقدر تصعد. احنا صعدنا ب 3 بونت، ده طبعا هو شيء مش كويس لمنتخب مصر، بس خلاص هو ده المتاح. منتخب موزمبيق قدر ان هو يحقق النتيجه الافضل للجماهير الكره المصريه ان هو يتعادل مع منتخب غانا 2-2، فبالتالي هو ساعدنا ان احنا نصعد. بس برضو منتخب مصر لو كان خسر ما كانش صعد، فمنتخب مصر برضه تعادل وحقق نتيجه ايجابيه، ما صعدش وهو خسران، لا ده صعد وهو متعادل، فبالتالي النتيجه دي نتيجه مقنعه بالنسبه لي ونتيجه مش وحشه. طيب استاذ محمد، رايك ايه في الطريقه اللي اتعامل بيها فيتوريا مع المباراه والتغييرات اللي حصلت وقت المباراه؟ طيب، هو مبدئيا خلينا نتكلم على التشكيل. روي فيتوريا عمل 4 تغييرات في التشكيل الاساسي، منها تغيير انا يعني استغربت ان هو ابتدى باحمد فتوح في الشوط الاول بدايه من المباراه، وده يعني في مراكز معينه ما ينفعش فيها التغيير. انا مش يعني دي علامه استفهام بالنسبه لي ان هو لعب احمد فتوح ولعب محمد هاني من بدايه المباراه، على عكس المباراه اللي فاتت لما لعب عمر كمال عبد الواحد باك رايت ولعب محمد فتحي في مركز مركز الباك ليفت، ورجع لاعب احمد فتوح ولاعب محمد هاني المباراه ديت. ففي تغييرات في خط الدفاع انا ليه علامه استفهام فيها، بس دايما المثل بيقول في الكره اللي تكسب بيلعب بيه، فبالتالي هو ادرى بالخصم اللي قدامه ويقدر يلعب ازاي ويقفل على مفاتيح اللعب اللي عنده، بدليل ان منتخب كاب فيردي قصاد موزمبيق اهدافه كلها في المباراه اللي فاتت كانت من تسديدات من خارج منطقه الجزاء. فروي فيتوريا لعب على ان هو يقفل عليهم موضوع التسديد من خارج منطقه الجزاء، وقدر ان هو يعني خلي بالكم، بس يعني انا بقول للساده المشاهدين ان منتخب كاب فيردي كان جاب 6 بونت في الماتشين الاولانيين وعمل نتائج هائله جدا قصاد فرق المجموعه. فمش معنى ان كاب فيردي بدون تاريخ في نهائيات افريقيا ان هو فريق ضعيف. الكره في العالم كله بتتغير، الكره خريطه افريقيا المره دي بتتغير. احنا بنشوف امبارح صاحب الارض وصاحب الجمهور منتخب كوت ديفوار بيخسر من غينيا الاستوائيه اللي هي بدون تاريخ على الخريطه الافريقيه،
4-0 على ارضه وملعبه وسط جمهوره، وهي البلد المستضيف للبطوله ومنظمه للبطوله، فتتخيل ان البلد صحيح. المستضيف للبطوله هي بتخرج من الدور الاول، فبالتالي خريطه الكره اتغيرت. فبالتالي ان هو التشكيل اللي لعب فيه بي فيتوريا امبارح قصاد كاب فيردي هو التشكيل الانسب بالنسبه له. التغييرات بس انا يعني انا عايز اقول بس ان هو في الشو يعني لما رجع في التغيير بتاع احمد فتوح ونزل محمد حمدي في بدايه الشوط الثاني، هو علشان يقفل بس الناحيه الدفاعيه. هو اهم حاجه للهجوم هو تبتدي من الدفاع، ان انت بتدافع صح وبعد كده تبدا تلجا للهجوم. فهو شايف ان احمد فتوح في الناحيه الهجوميه كان كويس، بس في الناحيه الدفاعيه ما كانش كويس، فنزل لعيب يقدر يأدي كويس في الناحيه الدفاعيه. انا عايز طب اقول انا بقى ان بمناسبه الدفاع بس يا استاذ محمد، كلمني اكتر عن وجهه نظرك في قصه الدفاع دي، لان دي كانت محل نقاش من يعني يمكن المحللين وحتى الجمهور، انه يمكن كان في حاله تخبط في قصه الدفاع دي. انت رايك ايه؟ هو انا شايف بس ان خط الدفاع محتاج يقف صح، يعني محتاج يتمركز صح. انا شايف ان خط الدفاع ما بيتمركزش صح. انا شايف ان يعني محمد عبد المنعم مستواه في البطوله متذبذب، احمد حجازي مستواه في البطوله متذبذب، بس دي حمى البدايات. يعني انا شايفها حمى البدايات بتبقى صعبه طبعا، والضغوط اللي فيها اللعيبه قويه جدا، خصوصا بعد التعادل مع موزمبيق في يعني 2-2 في المباراه الاولى. فده بالتالي ادى ضغوط قويه جدا على المنتخب، وادى ضغوط صعبه على اللعيبه. فعشان كده خط الدفاع انا شايف ان هم ما بيتمركزش صح وما بيقفوا صح، ده في حاله ان احنا بنفقد الكوره، وفي حاله الزياده العدديه كله بيروح يقابل، كله بيسيب مكانه وبيروح يقابل، المفروض بيقف. وطبعا لعيبه خط النص المدافع اللي هم بيلعبوا نمره 6 ونمره 8، اللي هو مثلا امام عاشور ومروان عطيه وحمدي فتحي قبل ما يخرج، اللعيبه ديت اصلا المفروض كانت تساعد شويه في الدفاع. بس انا يعني انا وجهه طب نظري ان ودي احنا كنا مسؤولية مين برضو يا أستاذ محمد؟ يعني ما هو القصة دي، يعني عدم الوقوف الصحيح في قصة الدفاع دي مسؤولية مين؟ ما هو هو مطالب ان خط النص لعيبه خط النص المدافع اللي هم الديفندرات اللي هم بيلعبوا 6 و8، امام عاشور وحمدي فتحي ومروان عطيه، يرتدوا في حاله افتقاد ان مصر منتخب مصر يفقد الكوره، يرتدوا ويساعدوا شويه في الدفاع. لكن احنا طبعا كنا مستعجلين ان احنا نكسب ومستعجلين ان احنا نجيب اجوان، فمحدش كان بيرجع، فكان في عبء كبير جدا على خط الدفاع في حاله الهجمات اللي ما تبقى علينا، كله عايز يجيب اجوان. احنا طبعا احنا كل امبارح كلنا كنا بندور ان احنا ازاي نجيب جون، صح. الجون هيدينا الثلاثه بونت ويخلينا نوصل للنقطة الخامسة ونصعد تاني المجموعة برضه، فده طبعا بيعمل عبء. هو بص، هي حتة خططية شوية، بس طبعا الحماس عند اللعيبة حماس عالي جدا، وان انت بتدور على جون بسرعة وجون بدري، وده طبعا بيعمل ضغوط. فعشان كده خط الدفاع كان يعني كان لوحده في مواجهة لعيبة عندها سرعة وعندها قوة في الأداء وعندها كمان حماس. خلي بالكو، يعني أنا عايز أقول حاجة، إن كاب فيردي دي لعيبة جعانة بلغة الكورة، عايزة تعمل إنجاز عايزين وعايزة يثبتوا تعرض نفسهم. نفسها. وطبعا قصاد منتخب مصر بتاريخه وعراقته واسمه الكبير في قارة أفريقيا وعدد البطولات الكتير اللي هو جابها في كاس امم افريقيا، فبالتالي دي احسن باترين ان هم يعملوها. ده عايز اقول لك أكيد. ان منتخب غانا منتخب طبعا قيمته التسويقيه من اعلى المنتخبات اللي موجوده، وكل لعيبته بتلعب في كل الدوريات الكبيره في العالم، أيوه ما يعني ما قدرش ان هو يقف قصاد كاب فيردي. صحيح. على العموم بنشكرك محمد القاضي الناقد الرياضي، شكرا جزيلا ليك، وبنتمنى طبعا كل التوفيق للمنتخب الوطني في المباريات الجاية. ودلوقتي عودة مرة تانية ليكم محمد وبسنت. شكرا ليك يا هالة، وشكرا موصول لضيفك الكريم.